صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وهذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. نبدأ معكم هذه الجولة الصحفية من أخبار اليوم والصفحة الأولى منها: بوتين وولي عهد السعودية وأمير موناكو أبرز المشاركين. الصين توجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل افتتاح الألعاب الشتوية. واجهت كورونا وتحسين العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي على رأس جدول الأعمال قمة أوروبية إفريقية في بروكسل منتصف فبراير القادم. التفاصيل بشكل سريع: تعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم 17 فبراير القمة السادسة بين الاتحادين، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتجمع القمة التي ينظمها رئيس المجلس الأوروبي قادة 80 دولة وأعضاء من الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وتعقد حضوريا إذا سمحت الظروف الصحية بذلك. بيسعى الاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الإفريقي خلال القمة إلى تعزيز الشراكة في مواجهة جائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى أيضا يعني التعاون في المجالات المختلفة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التجاري وعلى صعيد مواجهة أزمة فيروس كورونا. بننتقل مع حضراتكم من أخبار اليوم إلى صحيفة الأهرام والصفحة الأولى منها، نتابع العنوان والمنشط الرئيسي بها: شبكة الحماية الاجتماعية تدشن عهدا جديدا لرعاية الأكثر احتياجا، تكليفات رئاسية برفع مستوى معيشة المواطنين واستكمال الإصلاحات دون أعباء إضافية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر صنعت تاريخا جديدا في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين. وقال معيط إن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية بضرورة أن تساعد الموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدف التنموي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال الإسهام في خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية وبمساعدة القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما يكفله قانون التعاقدات الجديد للدولة من دعم وتفضيل للمنتج المحلي في جميع التعاقدات الحكومية. وأشار إلى متابعة القيادة السياسية لآلية تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم وتعزيز مطالبة أو مظلة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة للدولة والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادية. بننتقل من صحيفة الأهرام إلى صحيفة الجمهورية والصفحة الأولى منها: مجلس الوزراء في بيان قاطع بالأرقام لا استغناء عن الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي، تنمية مهاراتهم لمواكبة التطور بأنماط العمل الحديثة وكل حقوقهم محفوظة. 70,000 بالجهاز الإداري للدولة تم تدريبهم و 32,000 حصلوا على برامج الجدارة، ودي حقيقة من الأخبار المهمة جدا اللي بتحمل يعني رسالة تطمينية للموظفين بفكرة الإشاعات اللي تم ترويجها في الفترة الأخيرة أنه مع تطبيق التحول الرقمي يمكن الاستغناء أو تهميش بعض الموظفين. وحقيقة اللي أكدت عليه يعني الحكومة المصرية بأن هذا الأمر لا يخرج عن نطاق الشائعات المغرضة ولا أساس له من الصحة.
بننتقل من الجمهورية إلى المصري اليوم، والصحة تبدأ علاج كورونا بالبروتوكول الجديد اليوم. توقعات بانحسار أوميكرون الشهر القادم، والسويد توصي بتطعيم الأطفال. للمزيد حقيقة من التفاصيل والمتابعة وتحليل حول هذا الموضوع وحول هذا الخبر الهام، معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق. دكتور عبد اللطيف، صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. يا صباح الخيرات يا أهلا بهانم، ازي حضرتك والمشاهدين؟ أهلا بيك، أهلا بيك. أولا يعني التفاصيل أو الملامح العامة لهذا البروتوكول الجديد العلاجي اللي من المفترض أنه يتم تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وأيضا في المقابل هناك أنباء عن يعني انحصار أوميكرون الشهر القادم بإذن الله، يعني أعداد الإصابات يعني هيبقى فيها هتقل بشكل أو بآخر، والإصابات كذلك لذلك هيبقى فيها انحصار. يعني دلالة ده أو إيه هي المؤشرات اللي على أساسها تم بناء هذا الانحصار للمتحور أوميكرون مع بدايات الشهر القادم؟ تمام، خليني أقول لحضرتك الأول، بختلف قليلا مع بعض اللي جاء في المصري اليوم ومع حضرتك في المقدمة الجميلة دي، أنه السويد أصلا لم توصي بتطعيم الأطفال، وإنما أوصت بتطعيم الأطفال المعرضين للمخاطر. يعني اوصت بالتطعيم فقط لبعض الاطفال المعرضه للمخاطر، ولكن اللي هم من 5 ل 11 سنه، لكن الاطفال ككل او الاطفال كسيكتور كبير في المجتمع لسه لم توصي بهم السويد. ده واحد. اثنين، انا برضو يعني الاول مش عايز ادخل في الحاجات دي، عايز ابشر الناس الاول. خليني اقول زي ما دايما بطمن الناس، خليني اطمنهم ان وجود الدواء الجديد ويتعمل في مصر دي خطوه جيده جدا. مونيبرافير بالمناسبه ده ابروفد بالاف دي اي والاوروبيان الدرج والفود الاوروبيه كمان مع الاف دي الامريكيه. اذا فهو عقار بيصنع في مصر وفعال، لكن خليني اقول ان هو فعال ضد الحالات البسيطه والمتوسطه، بشرط انه يتاخد في اول العلاج برضه، وكمان محظور على تحت 18 سنه. اذا عايز اقول عشان مش كلنا، لانه اللي بخشى ايه يا فندم؟ ان الناس تفتكر ان العلاج ده موجود وموجود للجميع وموجود في المستشفيات متاح للكل، وبالتالي خلاص بقى ما عادش في خوف، مفيش داعي للاجراءات الاحترازيه. العلاج فعال فعلا، بس مش بيتاخد للكل ولا هيتاخد للكل في جميع انحاء العالم، هيتاخد ايضا للمرضى المعرضين للمخاطر. زي ما دايما بنقول العلاج بتاع الانتي فايرال او مضادات الفيروسات بتبقى غاليه نسبيا، يعني يمكن العلبه الواحده التصنيع المصري ب 700 جنيه تقريبا، انما الاجنبي هتبقى غاليه جدا. فاذا ما نقدرش نعالج في الدنيا كلها، ما تقدرش حضرتك نعالج كل مريض بسيط او متوسط بالمونوبرافير، لانه زي ما انت عارفه منتشر جدا جدا الاوميكرون دلوقتي في مصر وفي كل دول العالم. فعايز اقول بشاره، موجود بشاره، الدواء فعال، دواء فعال. اللجنه العلميه تماما دي يمكن سابع مره تغير فيها البروتوكول طبقا للمستجدات بتاعت العلاج بتاعت التطعيم بتاعت انتشار الحالات، فدي حاجه جميله مواكبتها للحاجات العالميه، دي حاجه هايله. لكن برضو انا براهن على وعي المواطن المصري. العقارات زي ما بتقولتي حضرتك في المقدمه ان احنا بنأمن انها توصل ل 40% او 50%. صحيح. طبعا التوقع يعني طموح جدا، يمكن 60 او 70. انا بقول خلينا لو ادينا 50% فقط خلال الست شهور اللي جايين، بس كل واحد جرعتين على الاقل، ده يبقى خطوه هائله جدا. تيجي بقى للنقطه الخلافيه الجامده، هل هتنتهي كورونا او اوميكرون في الشهر القادم؟ محدش يعرف يجاوب اطلاقا على السؤال ده. يمكن فعلا كان سؤالي، يعني على اي اساس تم تحديد انتهاء يعني هذا المتحور مع بدايات الشهر القادم، اللي هو تقريبا احنا فاضل لنا يعني خلاص يعني يوم او يومين ونبتدي شهر فبراير، يعني فاحنا بنتكلم في 48 ساعه. فايه هو العلاج السحري اللي على اساسه يعني تم الحديث عن فكره الانحصار السريع لاوميكرون كمان يومين ثلاثه؟ كل دي مدارس علميه قد تثبت وقد لا تثبت. بالعكس انا يمكن اقول قد لا تثبت، قد يكون اكثر شويه، لانه شفنا قبل كده كذا بشارات، وانا من ضمن الناس اللي كنا بندي بشارات طبقا للمعلومات اللي عندنا. لكن المره دي انا اقول لك على حاجه، انا كان عندي امبارح لقاء في التلفزيون كنت بقول مصر اكبر عدد بيجي لنا منذ بدايه الجائحه، النهارده اكبر من امبارح،
اول مره من اول يوم في الجائحه بدات فيه عندنا في مصر 2007 وكسرنا حاجز ال 2000، وطبعا كل الدنيا عارفه ان ال 2000 دول هم اقل يعني الايس بيرج او ظاهره الثلج زي ما بيقولوا جبل الثلج. طب يا دكتور عبد اللطيف، في البعض بيتساءل فكره انه يعني في ناس اخذت التطعيم ورغم كده بتصاب بكورونا ايضا او بمتحوراتها المختلفه، ف يعني البعض بيتشكك بقى من يعني مدى فعاليه او تاثير هذه التطعيمات. هل التطعيم معناه ان انت ان الشخص يحصن تماما من الاصابه، ولا لو اصيب بتبقى درجه الاصابه الى حد ما خفيفه او سهل احتوائها او استيعابها بشكل سريع؟ حضرتك جاوبتي على نص الاجابه، جميل جدا، ان هو الشخص زي ما قلنا عمرنا او عمر ما في اي حد في العالم قال ان في التطعيم 100%، يعني التطعيم بيدي فعاليه 100%، ده غير موجود في اي حته في الدنيا. وبالتالي يعني انا رايي الشخصي اكثر حاجه واكثر فعاليه يمكن على ارض الواقع نظريا، في ناس بتقول 95 96 على فايزر، انا بقول خليني دايما واقعي شويه، قولي لو حتى لو 90، معناه ان في طبقا لاحسن الظروف في 10% قد يصابوا رغم انهم مطعمين، ده واحد. اثنين يا فندم، اللي التطعيم اتاخد وعدى عليه 6 شهور، احنا اصلا حتى الشركات المنتجه كانت بتقول ما نقدرش نحدد هيستمر الفعاليه بتاعته لغايه امتى. صحيح. وبالتالي قد تكون 3 شهور. انا شخصيا كنت دايما لما بتسالوني في التلفزيون كنت بقول دايما من 3 ل 9، يعني احنا في كل الاحوال لازم نعمل اللي علينا من تطعيم واتباع واتخاذ الاجراءات الاحترازيه المختلفه وخلاص بقى، يعني وبنسلم امرنا لله. لا بعد لا كده يعني انا بشكرك جدا يا دكتور عبد اللطيف، طبعا يعني الحديث شيق ويحتاج لحلقات وحلقات، ان شاء الله نتواصل مع حضرتك في وقت لاحق والتعرف على تطورات المتحور اوميكرون والجديد فيما يتعلق بالبروتوكول العلاجي اللي تم طرحه من قبل وزارة الصحة المصرية. أنا بشكرك جدا دكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق. بننتقل من مصر اليوم إلى أخبار اليوم، وبحث رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه. من أخبار اليوم إلى الجمهورية، و19 ألف زائر و44.5 مليون دخلوا على المنصة الإلكترونية في يومه الأول توافد الجماهير على معرض القاهرة الدولي للكتاب. من ما زلنا مع جريدة الجمهورية ولكن من الصفحة الثالثة منها، وللمرة الأولى في تاريخه مجلس الدولة يفتح أبوابه أمام خريجات عام 2021. وبنختتم هذه الجولة الصحفية من المصري اليوم، وامتحانات الإعدادية النهاردة أول يوم لأبنائنا وبناتنا من طلبة الشهادة الإعدادية، وكذلك طلبة أولى ثانوي بيؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى ورقيا. طبعا يعني بنتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق وكل السداد، وبنتمنى كمان أن الامتحانات يعني زي ما كنا دايما بنقول تأتي في مستوى الطالب المتوسط، يعني ممكن يبقى فيه سؤالين ثلاثة طبعا بتميز بيها الأشخاص يعني المبدعين اكتر او المتميزين اكتر. يعني بنتمنى انه اولادنا وبناتنا يجتازوا الامتحانات يعني وهم مرتاحين نفسيا ومرتاحين معنويا. حقيقه معانا دلوقتي دكتور حسن شحاته استاذ المناهج بجامعه عين شمس. يا دكتور حسن صباح الخير واهلا بيك معانا. صباح الخير بالامل، اهلا بيك. طبعا يعني النهارده اول يوم امتحان لابنائنا وبناتنا من طلبه الشهاده الاعداديه، وكذلك طلبه اولى ثانوي امتحان الورقي لماده اللغه الانجليزيه. يعني تقول لنا ايه في البدايه، دايما مع الامتحانات وخاصه مع الشهادات بيبقى في ضغط نفسي وضغط عصبي على الطلبه وكمان على اولياء الامور، فايه اللي ممكن تقوله لنا في الاول؟ وهل في مؤشرات، انا مش عارف هما لسه هيبتدوا الساعه 9 اعتقد الاعداديه، يعني كمان 5 دقايق يبتدوا الامتحان اعتقد دكتور حسن. هو صباح الخير يا فندم. هو يعني تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه، التعليم يؤدى فيه الامتحان او التدريس مع وجود معيارين اللي هو الامن الصحي والامن التعليمي. الامن الصحي
طبعا في توجيهات من معالي الوزير الدكتور طارق شوقي بضروره توفير الامكانات الصحيه والاحترازيه من مساحات حراريه وكمامات ومعقمات في كل المدارس والمساحات الامنه في الامتحان، لان الامن الصحي اهم من الامن التعليمي ولا يضر مستقبل مصر شباب مصر. هو الامتحان حضرتك في الجيزه وفي القاهره بيبدا باللغه العربيه والخط والتربيه الدينيه. الامتحان زي ما الامن بقى التعليمي، وهو ده اللي يهم برضه الساده اولياء الامور ويهمنا كلنا، ان الامتحان هيكون ميسر وسهل، ورقه واحده فيها اسئله موضوعيه، ما فيش اسئله مقاليه، بتهتم بالنقاط العامه وليس التفصيليه في المناهج، على اساس ان الطلاب يمروا. العام الماضي كان أسوأ لان كنا ما امتحناش الترم الاول، وكان امتحان الترم الثاني مع الاول، وحدثت مفاوضات مع السادة اولياء الامور وانتهى الامر بالسلام الحمد لله. لكن هذا العام اكثر امانا واكثر استقرارا واكثر فهما لاولياء الامور، وان هم راضيين جدا عن اداء الامتحان بالعلامات وبالالوان، الازرق اللي هو ممتاز، والاخضر اللي هو جيد جدا، والاصفر اللي هو يعني هل شكل او نفس فكره الامتحان يا دكتور حسن هل هي مشابهه لفكره امتحانات الثانويه العامه؟ حضرتك قلت كل الاسئله موضوعيه وتقريبا ما فيش اسئله مقاليه خالص. ان شاء الله يعني الاسئله، ولا حضرتك يا استاذ امل، الاسئله هتقيس النقاط العامه وليست النقاط الفرعيه، فدي بيبقى فيها تيسير امام الطلبه في الحصول على الدرجات وعلى الحصول على العلامة الزرقاء والخضراء إن شاء الله. طيب يعني ايه النصيحة اللي ممكن تقولها لأبنائنا وبناتنا النهاردة مع أول يوم، وإن شاء الله لسه الامتحانات مستمرة، ويعني خلاص هو اللي تذاكر تذاكر، بس يعني يمكن طبيعة الأسئلة مختلفة شوية عن اللي كان معتاد في السنوات الدراسية السابقة، سواء احنا بنتكلم على الإعدادية أو أيضا يعني تجربة الثانوية العامة السنة اللي فاتت، محتاجة برضو جزء أو يعني مساحة من التدريب أكتر. لو اتكلمنا مثلا العربي، القراءة المتحررة أو القطع اللي بتيجي اللي هي ما بتبقاش زي ما كنا زمان في الثانوية العامة بتجينا القطعة أو بدرس القراءة من اللي احنا أخدناه جوه الكتاب المدرسي، دلوقتي الموضوع مختلف شوية، بيفتح مساحة من يعني الإبداع عند الطلبة، وكمان عايز يعني زيادة في التدريب أعتقد يا دكتور حسن. هو طبعا ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء انسان جديد لمجتمع جديد، كان لابد من الانتقال من ثقافه الايذاع الى ثقافه التفكير وثقافه امتلاك مهارات العقل اللي هي مثلا التفسير والتعليل وابداء الراي والحوار والتعليق واحترام ثقافات الشعوب. ولذلك زي ما حضرتك قلت يا استاذ امل، ان المواد بتاتي من خارج الكتاب المدرسي، لان هم بيهمنا نواتج التعلم وليس لان الكتاب المدرسي وسيله من وسائل عديدة مثل بنك المعرفة ومنصات حسن مصر وغيرها بتحقق العائد الأوفر للطلاب، وبتخليهم ما يحفظوش ولا يخزنوش، ولكن يفهموا ويفكروا ويبدوا رأيهم إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. أنا بشكرك جدا دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، وإن شاء الله دعواتنا لأبنائنا وبناتنا من طلبة الشهادة الإعدادية إن هم يجتازوا الامتحانات بسهولة وبيسر، وإن شاء الله يعني يجيبوا الدرجات والمجموع المنشود بإذن الله، كله بيعدي، فبنتمنى إن حالة القلق والخوف ما تبقاش مسيطرة قوي علينا، إن شاء الله يعني الامتحان يطلع كويس وتبقوا مبسوطين ان شاء الله. النهارده اول يوم اللغه العربيه، ربنا معاكم ويوفقكم، وكمان اولى ثانوي اول يوم النهارده ليها امتحان اللغه الانجليزيه، يعني كل يعني دعواتنا الطيبه بمزيد من النجاح والتفوق بمشيئه الله. دي حقيقه كانت اطلاله سريعه على اهم وابرز ما طلعتنا به الصحف المحليه من قضايا وملفات وموضوعات متنوعه، اختتمناها بالخبر الابرز المتعلق بطلبه الاعداديه واولى ثانوي، ان شاء الله كل الخير ليهم، واحنا متواصلين معاكم في هذا الصباح.
صباح على رأس الساعة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، وبعده نبتدي أولى حواراتنا في هذا الصباح.